اروح لو يعني سحبتك مريم العزبي. مريم يعني انت صاحبه الميداليه الفضيه، وخليني اقول انت ما شاء الله صغيره في السن، انت 2007 لسه ما شاء الله العمر قدامك. كلميني، كان لعبتي ثالث ورابع طبعا، ده اول وثاني، لعبتي اول وثاني مع مين؟ الفضيه بيبقى اول وثاني، لعبتي الاول مع مين؟ مع اليابان. اليابان. طب الخساره كانت يعني فرق كبير ولا كانت يعني الجيم قريب؟ هو يعني الخسارة ما كانتش فرق كبير، بس طبعا اليابان هي اللي اخترعت الكاراتيه، ف حاجة صعبة ان احنا نلعب اليابان، بس برضو احنا لعبنا كويس وعملنا اللي وأدينا علينا، كويس. اه فدي حاجة حلوة. طب قولي لي يعني زي ما سألت فاطمة، التأهل ليك يعني انت عشان تروحي مع المنتخب، خاصة انتوا السن الصغير بيبقى العدد اكبر، يمكن كل ما بتكبروا في السن في الألعاب الفردية العدد بيقل، انما كل ما بنصغر بنلاقي العدد كبير. اتأهلت ازاي او اختاروك ازاي المنتخب؟ احنا دخلنا تصفيات والحمد لله كسبتها، فاحنا بقينا 4 نشات. والحمد لله اتأهلت ان انا اطلع فوق مع الشابات، ان انا العب جماعي، والحمد لله ان يعني انا الوحيدة الناشئة الموجودة ان طلعت سن اكبر منها وهي لسه ما تمتش برافو 16 مثلا ولا برافو. حاجة. طيب مين المدرب او المدير الفني اللي في المنتخب اللي شاف فيكي البروميسنج ده، او شاف فيكي ان انت واعده تستحقي تتصعد؟ طبعا دكتور مراد، هو يعني هو اللي دكتور شاف مراد فيا عاصم. كده، وكابتن الدهراوي وكابتن ابراهيم هو اللي برضو قال لي كده، وكابتن حمدي. اه يعني هو شافوا فيكي ان انت فعلا تستحقي ان انت تلعبي مع الاكبر منك. مش بلعب مع الاكبر مني، بلعب جماعي مع الناس الاكبر مني. اه من قصدي اقول، ما انت لعبت جماعه من الاكبر منك. مواليد كام الاكبر منك؟ 2000 مثلا و5 2004 ولا 2005 او 2006. 2006؟ ما شاء الله انت مساعده مع الاكبر منك في المنتخب، دي تبقى حاجه. طب خليني يعني نفس الكلام برضو، فاطمه قالت لي ان هو بيبقى فيه بطولات محليه شاركت فيها طبعا مع النادي الاهلي، كان ارقامك ايه؟ بطولاتك عامله ازاي؟ الحمد لله اخر بطولة الجمهورية واخر بطولة القاهرة كنت جايبة فيهم اول. بطولة الجمهورية كانت في المنصورة، والبطولات الدولية كنت قبل ما اسافر بطولة العالم دخلت شمال افريقيا والحمد لله ربنا كرمني وجبت اول، برافو. وبرضو سافرت قبرص يوس ليج وجبت برضو فيها اول، ما شاء الله. وبس هي دي البطولات. بعيدا بقى عن التصفيات اللي احنا بنعملها قبل بطولة العالم، عملنا كذا تصفية. طيب مين اللي في المحل بينافسنا قوي؟ يعني النادي الاهلي طبعا في الكاراتيه يعني يعني عنده فرق ولعيبه كتار، مين اللي بينافسنا في يعني في سنك او في جيلك، او مين ابرز المنافسين لينا؟ مين؟ في الأهلي لا بره، بره الاهلي في بطولات الجمهوريه مثلا، مين الفرقه القويه اللي بنقابلها؟ انديه، انديه سموحه مثلا. هو انا يعني انا مش عارفة، بس اه يعني احنا يعني كل الناس بنخش نلعبهم، احنا بنخش نلعب ناس كويسة، احنا مش يعني كل بنخش الفرق كل كويس، كل ده يدل ان المنافسات بتبقى قويه او الماتشات بتبقى جامده، ما فيش فرقه ضعيفه بتقابلوها لا خالص. لا. طب انت ليه اخترتي الكاراتيه؟ يعني انت يعني ما شاء الله انت وفاطمه يعني يعني ايه عبد الهوى بيقولوا احنا على الله حكايتنا وبتاع، يعني انتوا ما شاء الله يعني هاديين ويعني يعني ليه الكاراتيه لعبه عنيفه؟ ليه اخترتيها انت مثلا؟ وانا هسال برضو فاطمه نفس السؤال. هو يعني انا كنت بلعب اول سباحه، فبعد ما خلصت تمرين السباحه كنت ماشيه في النادي الاهلي مدينه نصر، ف كنت معديه يعني، فشفت ان في اول لعب اول حاجه شفتها ما شفتش كاتا، شفت كوماتيه، فقلت ما عايز اخش كوماتيه. جربت الكوماتيه يعني خفت بصراحه ان انا اتدرب وكده. الكوميتي اللي هو الاشتباك، الكتب بيبقى لعب استعراض، الكوميتي شفتيهم بيلعبوا فعجبوني، عجبوك، عجبت اللعبه؟ فجربت كوماتيه بصراحه ما نفعتش عشان برضو الطول وكده، فدخلت كده والحمد لله ربنا كرمني. دخلت بقى. وطيب بس برضو يعني يعني ما فسرتيش السؤال، انت اللي قلتي لبابا وماما لا انا عايز اروح، انت قلت لهم دخلوني اللعبه دي، فاكره كان سنك قد ايه؟ يعني لا مش انا دخلت كاراتيه 4 سنين. 4 سنين، يعني نقول مثلا انت دلوقتي 15 سنه، دخلتي مثلا وانت عندك 10 11 سنه، ما هو 4 سنين وانت عندك 15 دلوقتي او 16، نقول يعني 11 12 سنه في الرينج ده. طب لما لبست البدله وطلبت الحزام اول تمرينه بقى، لبست الحزام والبدله ودخلت التمرين، ما اتخضتيش كده ولا كنت عندك شغف ان انت عايزه تلعبي اللعبه دي؟ لا كنت مخضوضه طبعا، مخضوضه. ها كنت خايفه يعني، يعني عشان كنت بسمع ان الكاراتيه يعني لا في عنيفه. فكنت خايفه من حاجه. بس انا يعني احييك لان انت كمان دخلت اللعبه بعد فتره فده ونبخت فيها، فده دليل ان انت يعني خدت الموضوع بحب وعوضت كل اللي فاتك وان انت موهوبه.